هاتف من سامسونج في الفئة الاقتصادية، لكن مع تصميم مميز، بدون نوتش، بدون كاميرا أمامية، بدون سماعة مكالمات، فقط شاشة. جهاز رائع بمواصفات وعتاد أروع. فتعرفوا معنا على سامسونج جالكسي A80 وما هي مميزاته وعيوبه، وهل يستحق الاقتناء أم لا. فتابعوا معنا. Audio Jungle. من ناحية التصميم، فالهاتف يأتي بسمك 9.3 ميلي مع وزن 220 جرام، مع تصميم من الأمام والخلف من الزجاج من مادة الغوريلا كلاس الجيل الثالث، مع إطار من ألمنيوم، ونسبة استحواذ الشاشة على الهاتف 85%. ومن ناحية الاتصال، فالهاتف يدعم شبكات الاتصال من الجيل الثاني والثالث والرابع بكل كفاءة عن طريق شريحتي اتصال من نوع نانو سيم، وأيضا يدعم الاتصال NFC. سماعة المكالمات لن تجدها على الشاشة، فهي مدفونة بموجات أسفل الشاشة. ومن ناحية الواجهة الأمامية للهاتف، فالهاتف يأتي بالكامل من الشاشة. الشاشة من نوع سوبر أموليد بقياس 6.7 إنش بجودة Full HD Plus بكثافة بكسلات 393 بكسل. وأيضا من مميزات الشاشة أنه يمكنك مشاهدة الفيديوهات والاتصال فيديو في نفس الوقت. والعتاد الموجود في الهاتف، فالهاتف يحتوي على معالج رائد من نوع كوالكوم سناب دراجون 730 بتقنية تصنيع 8 نانومتر، مع معالج رسومي من نوع أدرينو 618. ومن ناحية التخزين والرام، فالهاتف يحتوي على ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت مع رام بمساحة 8 جيجا بايت لتعطي سلاسة في الأداء للهاتف. الكاميرا الأساسية للهاتف تأتي ثلاثية، حيث تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.0، أما الكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وهي للتصوير الواسع الألترا وايد، أما الكاميرا الثالثة تأتي من نوع TOF3D وهي للتصوير الـ3D مع فلاش من نوع LED. أما الكاميرا الأمامية فهي نفس الكاميرا الخلفية، حيث أن الكاميرا الخلفية تقوم بالقلب بدرجة 180 درجة لتصبح هي الكاميرا الأمامية. من مميزات كاميرا الهاتف أنها تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K مع تصوير الفيديوهات البطيء slow motion، وأيضا تدعم العزل البورترية وتدعم التصوير الواسع بكاميرا خاصة. وأيضا من مميزات الهاتف دعمه لميكروفون خاص بعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف بصورة عامة، والصوت يأتي بتقنية Dolby Atmos. البلوتوث يأتي من الإصدار الخامس مع دعم الهاتف لأحدث الترددات من GPS والواي فاي. الهاتف لا يدعم كارت ذاكرة خارجي ولا يدعم منفذ السماعات 3.5. أيضا من مميزات الهاتف أن منفذ USB يأتي من نوع USB Type-C لدعم الشحن السريع والنقل السريع. يدعم الهاتف معظم المستشعرات الموجودة مثل مستشعر التقارب والبوصلة ونظارات الواقع الافتراضي. يأتي بنظام تشغيل Android 9B مع واجهة سامسونج One UI. البطارية تأتي بسعة 3700 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 25 واط. يتوفر الهاتف بعدة ألوان مثل اللون الأبيض والأسود واللون الذهبي. عيوب هاتف سامسونج جالكسي A80: أولاً، لا يدعم شحن اللاسلكي، لا يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي فأنت محدود في الذاكرة الداخلية للهاتف، لا يوجد منفذ 3.5 الخاص بسماعات الأذن. سمك الهاتف كبير وحتى الوزن ثقيل نوعاً ما. شكوك حول العمر الافتراضي للموتور الذي يقوم بقلب الكاميرا الخلفية 180 درجة صبحية الكاميرا الأمامية. وأيضا من مميزات هاتف سامسونج جالكسي A80 تصميم مميز جدا مثير للإعجاب. واجهة أمامية بالكامل عبارة عن شاشة، لا يوجد نوتش، لا يوجد حواف، لا يوجد سماعة مكالمات. أيضا اعتاد المعالج من نوع كوالكوم سناب دراجون 730 بتقنية 8 نانومتر مع معالج رسومي أدرينو 618 قادر على تشغيل أضخم وأثقل الألعاب بكل سلاسة. يمكنك في هذا الهاتف أن تحصل على أفضل صور سيلفي، حيث أن الكاميرا الخلفية بدقة 48 ميجا بكسل وأيضا هي ثلاثية تقوم بالدوران لتصبح هي الكاميرا الأمامية، فتحصل على أفضل الصور السيلفي في هذا الهاتف الرائع. سعر هاتف سامسونج جالكسي A80 حوالي السعر العالمي حوالي 750 دولار، لكن سأقوم بعرض لكم الأسعار التقريبية في بلدان الوطن العربي. إذا أعجبكم الفيديو يرجى الاشتراك في القناة ودعمنا لتقديم المزيد في عالم الهواتف والتقنية، ودمتم بألف خير.